السلام عليكم البنات، ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير، امين يا رب العالمين. هذه المره راح نقدم لكم لي بانيي بالتفاح. وصفه جد رائعه. اول حاجه نديروها عندنا 4 تفاحات صغار، نقشروهم ونحولهم هذوك البذور اللي من الداخل، ما نقصوهمش في الوسط، نخلوهم هكا ونحولهم البذور باش نخوهم كاع من دوك البذور من الداخل. من بعد نقطعوهم الى دوائر تكون خشينه شويه، دوائر متساويه تكون خشينه، ومن بعد نحطوهم في جوي تاع الليمون، عصير ليمون وشويه سكر. نحطو هذوك الدوائر ونخلوهم يترقدوا لمدة زمنية قليلة بلا ما وجدنا العجينة تاعنا. مقادير التفاح على حسب العائلة تاعك، إذا كانت عائلة كبيرة تقدر تزيدي كمية كبيرة وتضعفي مقادير العجينة على حسب أفراد العائلة. نحطو في إناء اللي نخدمو فيه كاس تاع الفرينة ونزيدو عليه 2 مغارف سكر ومغرف تاع مايزينا ورشة تاع الملح. نديرو كاع النواشف هما الوالة ونديرو نص ساشي تاع الخميرة، خميرة الحلويات. من بعد نزيدو عليهم حبة تاع بيض وربع تاع كاس نتاع حليب، ربع كاس نخلطو، ومن بعد نزيدو زبدة دائبة، عندنا 60 غرام تاع زبدة دائبة. ونخلطوا بالفوي مليح حتى تولي لنا القوام، يولي لنا القوام تاع العجينه ماشي ثقيل وماشي سائل، يكون متوسط، ما ثقيل ما سائل. نحطوا البقله تاعنا تسخن فوق النار ونديروا الزيت، نعمروها شويه بالزيت، ما نكتروش بزاف وما نقلوش بزاف. نغطسو دوائر التفاح، نغطسوهم في العجين، نديرو بالحبة كل دائرة نغطسوها في العجين ونحطوها في المقلة. نقلو الحبات تاعنا على نار تكون متوسطة. نقلبوهم كي نحسوهم متحمرون من تحت باش يطيبوا من الجهه الثانيه. ها هما لي بانيي تاعنا اللي درناهم بالتفاح، جاوا يشهوا. نتمنى لكم تجربوهم، نقول لكم تبقوا على خير في فيديو جاي قادم ان شاء الله. الى اللقاء.